وهلا حديث البلد مع جوزيف شميلي. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف بحديث البلد. شو رايك بهالتشارليز انجلز؟ عندنا 5 تشارليز انجلز الليله. انا شفت ملكات كثير وسمعت كثير اصوات حلوه، وانا جاي احكي عن موسيقى. ما حسيت حالك بصوصي تيكي. بحب اكد على شغله واحده اكيده، انه احلى آلة موسيقى بالعالم هو الصوت البشري. صح، دون صح. اي شك. بيتهوفن هيك 100%. بيتهوفن سرقها من مستر شميل. ايوه اخذها مني. لا اقول لك شغله، طول عمري انا بفتش فيها بس ما بفتش تو كوت اني بادي. صح. استاذ جوزيف شميلي، انت رئيس جونيس ميوزيكال دو ليبان، الجمعيه اللي هدفها تسهل تعلم الموسيقى بسن صغير وتحفز الشباب على حبها، وانت معنا الليله لنحكي عن العرض الاوبيرالي توسكا دي بوتشيني اللي راح تقدموه الاحد 24 ايار بكازينو لبنان مع الاوركسترا الفيلهارمونيه اللبنانيه بالتوأمين مع الكوريجي دورانج، احد اهم مهرجانات الاوبرا بفرنسا. يعني الليله حلقتنا زاهره، وهذا لبنان اللي نحن بنحبه بالايفنتس وبالمهرجانات. جوزيف الشمال اليوم لشو رح يروح ريع هالحفل؟ نحن كل السنه بنعمل برامج مجانيه. نعم. مثلا حد الماضي نعم. كنا بالكنيسه اليسوعيه عملنا كونسير، نصه كونسير ليريك ونص الثاني ميوزيك كلاسيك. نعم. لنقدر نمول حالنا كل السنه ملزومين مره بالسنه نعم. نعمل حفل لحتى نقدر نجمع صح. شويه مصاري لنقدر ندفع كل هالمصاريف يلي متوجبه علينا. نعم. شغله اساسيه كمان ضمن هالبرنامج يلي جايبينه، نعم، في رح نعمل اوديسيون نعم. لكم شاب وشابه لبنانيه يلي نعم. اصواتهم حلوه لحتى يتنقوا ينبعثوا بالخارج يعملوا ستاج، وبركي اوبرا السنة الجاية اللي حنعمله حيكون مختلط بين فنانين لبنانيه وفنانين اجانب. وتقولوا كمان انه هدفكم شراء الات موسيقيه للعام الدراسي 2016، وبتعطوها على المدارس اللي بتعلم موسيقى، وكمان تتعرفوا على الاولاد الموهوبين بالموسيقى. عاملين شغله جديده، عم نعمل ديكور فيرتويال، يعني نعم. حاطين الاوركستر باخر المسرح نعم. حاطين قدامه شاشه نعم، وعن بث على هالشاشه الديكور نعم، والمغنيين حيكونوا قدام المسرح نعم. مع كل الاكسسوار والديكور تبعهم نعم. لحتى يغنوا ويعملوا. هيدي شغله جديده بالميز انسان، يعني بالأوبرا. في افيه فيزيوال كمان حلو كثير. لا في افيه فيزيوال مهم كثير، بروجيكسيونات حلوين، واوبرا من اون تروا زاكت كومبلي مثل ما بيقولوا، كامل متكامل. حتى ناخذ فكره اكثر خلينا نشوف السبوت الاعلاني الخاص بهالحفل. شكرا. بلاير باسم. Les jeunesses musicales du Liban, en partenariat avec les Corégies d'Orange, présentent Nicolas Cavaillé, Hélène Alvarez, Jean-Pierre Furlan, Jean-Marie Delpas, Francis Dudziac et Antoine Normand dans l'opéra Tosca de Puccini, avec l'Orchestre Philharmonique du Liban, dirigé par Luciano Acocella. Rendez-vous le dimanche 24 mai au Casino du Liban. Billets en vente au Virgin Ticket. جوزيف شميلي مشكور، لانه اليوم بالثقافه وبالموسيقى منودع الحروب ومنودع يعني التوتر والانقسامات. بدي ادعي كل اللي بحبوا الموسيقى يحضروا العرض الاوبيرالي توسكا دي بوتشيني مع الاوركستر فيلهارمونيك دو ليبان بكازينو لبنان الاحد 24 ايار، وللحجز البطاقات متوفره بالفيرجن ميجا ستور. شكرا كثير، ورح نستبقيك معنا. شكرا كثير. شكرا. ميرسي. بدي اروح على البيت، بدي اروح على البيت. كبرت ناتاشا هلا. لا خلص انا قاعده معكم مبسوطه معكم، بس انه اللي زمان طولت. شكرا كثير، ودائما بنستقبلك، ورجعنا ورينا على الشاشه من اول وجديد. ميرسي كثير.